القرية الأولمبية من تعتبر من أماكن التميز في جامعة المنصورة لما تحتويه من ملاعب أولمبية مميزة وما تحتويه من كوادر ومدربين. دائما القرية الأولمبية تحتوي كل الأنشطة الطلابية في الجامعة وكل المسابقات اللي على مستوى الجامعات المصرية. وجامعة المنصورة كان لها السبق والشرف في تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأول في 2005، و2007 عملت أسبوع الشباب العربي، و2009 عملت أسبوع الشباب الجامعات، وفي 2014 عملنا أسبوع الفتيات. وكان برضو جامعة المنصورة خدت المبادرة في عودة الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية. كانت الأنشطة الطلابية أيام في الفترة اللي من 2011 ل 2014 توقفت الأنشطة الطلابية، عادت جامعة المنصورة وكان لها السبق في إن هي تحملت عبء إن هي تنظم دورة أسبوع الفتيات الثالث العام الماضي، وكان الحمد لله حقق نجاح كبير جدا في ظل ظروف كانت برضه صعبة ما كانتش سهلة يعني. طبعا هي تعتبر اعتقد القرية الأولمبية عندنا هي الـ يعني رقم واحد على مستوى الجامعات المصرية.